السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ ميدوشا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير لكم وصفه شوفلور مرقه حمراء على طريقه الشرق الجزائري، يعني في وصفه تقليديه قديمه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. وقبل ما نبداوها نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه نديرها ننقي راس الشوفلور تاعي. راكم تشوفوا هنا عندي هنا راس شويه كبير، نحيت له الورق تاعو كامل، ودوكا نقطع براس الموس برك. حكموا كل ورده وقطعوها وحدها هكذا كما راكم تشوفوا، كل ورده عقبوا لها راس الموس حتى باش هكذا تخرج لكم الورده كامله مش مكسره ولا فاسده. وكي تشوفوا روحكم بديتوا تطلعوا لفوق نحيوا هذاك العرق باش يسهل عليكم الخدمه كما راكم تشوفوا هكذا. ومن بعد نقطع كل ورده وحدها، ومن بعد ندير مرميطه كبيره فيها الماء والملح. نديروا الماء بزاف ونحط شوفلور فيها، نزيد ورقه راندو شويه ليمون هكذا، عصير ليمون لا ترونش تاع الليمون باش هكذا ما تجيكمش الريحه تاع الشوفلور في الدار. غطي وخليها تطيب واحد 15 دقيقه. لازم الشوفلور تاعكم ما يطيبش بزاف وما يقعدش ني ثاني بزاف. ونجي هنا في كوكوت مينوت، انا درت زوج فخات تاع دجاج، تقدروا ديروا حتى بلا لحم، انا ساماغيف دي فوا نديروا بلا لحم. دونك هنا زوج فخات تاع دجاج نقليهم في شويه زبده وشويه زيت. هاني درت نص ملعقه كبيره تاع زبده ومع زوج معالق ثلاثه زيت كبار، حبه بصله كبيره مفرومه، ثلاث فصوص ثوم ثاني مفرومين، حكوهم ولا فرموهم ولا انا يعني نحكهم بالسكرفاج هذاك. ولا نقلي شويه البصله ثاني مع اللحم. ومن بعد عندي هنا كمشه صغيره تاع حمص، ما عنديش الحمص بزاف في الدار، عندي غير شويه هذه. يعني الحمص تاعي نديرو في الليل يشمخ في الماء، والغدوه نمصمصو مليح برك وندير نطبخ به، ما نطيبوش انا الحمص تاعي. درت ملعقه تاع قهوه ونص معمره مليح طماطم مصبره، والتوابل ديروا التوابل اللي تحبوها. انا بالملعقه تاع التاي برك نهز دائما نص، هنا زنجبيل وعندي كزبر مرحي وعندي كمون وعندي الملح والفلفل الكحل. واللي يدير مرقه بيضاء تقدر تزيد عرق قرفه، انا في المرقه الحمراء ما نديرش القرفه، يعني احنا تاع الشرق ما نديروش المرقه البيضاء دائما. دونك هنا زوج حبات طماطم رحيتهم، حبيت طماطم فخاش كما نقولوا، ونقص للنار ونخليها تتقلى واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقة باش اللحم تدخل فيه البنة تاع التوابل والطماطم. نقصوا للنار وخليها تتقلى ما تتحرق ما والو، ما تخافوش عليها. بعد نمرق بالماء السخون، وهاني نحط لكم نحط لكم يعني المكونات في صندوق الوصف تحت الفيديو بالعربيه والفرنسيه. جمي لي فو تروفي لي زانغريديون اون با دو لا فيديو. دونك هنايا هاني مرقت وزدت شويه راندو شويه معدنوس خرجته من الكونجيلاتور انا نتاعي كونجلي، ونقفل ونخليها نخلي الدجاج يطيب حوالي 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. هي تبدا تصفر لا كوكوت، نتوما حسبوا 20 25، وطفيو عليها وخرجوا الدجاج. وهنا عندي حبه احنا الشوفلور مرقه حمراء نديروا معاه البطاطا، هنا في يعني جيت سطيف وبجايه نقليوها شويه كذا نحمروها برك ما تطيبوهاش، يعني جوست تقلبوها في زيت احمر شويه. درت هنا حوالي واحد ربع حبات بطاطا متوسطين، قسمت كل حبه على ربعه، يعني الفصوص لازم يكونوا كبار كما راكم تشوفوا. قليتهم وحطيتهم في ورق ماسي وقطرو. وهنا اللحم راني خرجته، وندير البطاطا في الصوص هذه ولا المرقه الحمراء هذه، ونقفل عليها نخليها تزيد البطاطا واحد 10 دقائق، ما تعقبولهاش 10 دقائق باسكو طابت شويه في الزيت. ودائما نستناو حتى تصفر لا سوباب، وحسبوك الساعه 10 دقائق ولا 8 دقائق وطفيو عليها. ونجي هنا للشوفلور تاعي بعد ما قطرته من الماء وخليته برد شويه، وعندي هنا 3 بيضات ثلاثة حتى ربعة، انا عندي الراس تاعي شويه كبير. دونك زدت لهم شويه برك ملح وشويه فلفل الكحل، وملعقه واحده فارينه، انا ما نكثرش الفارينه ودي فوا ما نديرهاش طول، ندير غير البيض، ما نحبش الشوفلور تاعي داك اللي يشرب بزاف يتعجن يجي فيه ريحه
تجي فيه الكو تاع بات يجيك شغل معجن لداخل، ويروح الكو تاع الشوفلور، ويقعد الكو تاع الفارينه والعجين ولا لا شابلور. دونك انا نفضل هكذا. هاني زدت 2 معالق كبار حليب، ليه؟ باسكو الكميه بانت لي صغيره، ما حبيتش نزيد بيضه رابعه، زدت غير 2 معالق حليب باش هكذا يكفيني الخليط. وزدت شويه معدنوس جاف مجفف، نغطس حبه الشوفلوغ تاعي وندورهم على الجهات كامل باش يهزوا هذيك الخليط، ونديرهم يتقلاو في زيت حامي، يعني لازم زيت تكونوا دايرينه سخون ديجا، تسخنوه مليح هكذا. نقلبهم كامل الوردات هذو تاع الشوفلوغ. كما قلت لكم الشوفلوغ تاعكم ما تطيبوهش بزاف، وما ما تخليوش ني، باسكو الا طيبتوه بزاف ما تقدروش تهزوه وتحطوه في المقله يتفتت لكم. و ميم طون ثاني ما لازمش يكون ثاني مش طيب مليح. ومن بعد نقلبوه على الجهات كامل باش يطيب لي احمر على الجهات كامل. ومن بعد كي نطيبوا على الجهات كامل ونحمروا، نحطوا في ورق ماس يكتر من الزيت، هكذا كما راكم تشوفوا، يعني ورا طيب دوغ يسمى الاضاءه، لاني درتها قويه اليوم، الحاله مسحبه شويه، درت الاضاءه بزاف، صافي يبان لكم كشغل راه مش احمر بصح وراه بيان دوغي. ومن بعد نجيب بعد ما طابت لي البطاطا تاعي، ندير صحن التقديم هكذا. راكم تشوفوا لاصوص تجي خضراء، البطاطا، الحمص، وندير الشوفلوغ تاعي، ولا تسقيوه بالصوص هذه لعاد طايب، وانا تاعي هو طايب مليح، ولعاد مش طايب مليح تقدروا ترجعوه في المرقه يتجمر شويه. فوالا ما جانيش مصاوب هكذا. نزيد لاصوص مليح في الوسط، و يعني البطاطا والدجاج، فوالا كما راكم تشوفوا الفخات تاع الدجاج. زدت درت شويه زبده وشويه زيت في المقله وحمرتهم شويه، ولا تقدروا تدخلوهم في الفرن كما بغيتوا، يعني تحبوا الدجاج تاعكم تحمروا شويه. انا درت غير شويه زيت وشويه زبده وحمرت هذوك الجل فخاذ الدجاج. وهاو هنا في صحن التقديم، يعني طبق ما شاء الله شتوي، ولي محبي الشوفلوغ هذا واش يليق. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ولا عجبتكم ما تنساوناش بالدعم، اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا، وشهيه طيبه وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.